سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الإحسان إلى الوالدين، وإذا تكلم ابن عباس في تفسير القرآن فحسبك به. قيل ابن عباس ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ قال الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه. قيل له فما معنى العقوق؟ ما دام أن الإحسان يحتاج إلى محاضرة طويلة أعطنا معنى العقوق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما واحفظها، قال لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. هذا يا جماعة غبار يطير على الأب أو الأم ويكتب عند الله تعالى عاقا، فما بالك بمن يصرخ بهما أو يتركهما أو يقاطعهما أو يبقى أياما هاجرا لهما. إذا كان هذا كلام ابن عباس في نوع من العقوق، فما رأيك بمن يزيد على ذلك؟